هاي صبايا، أنا سارة. اليوم عزيزاتي بهذا الفيديو محضرت لكم حلول جذرية لكل الصبايا يلي عندها مشكلة في إنه تعرف وين تبلش وكيف تختار تمارينها. لذلك أنا حبيت أقدم لكم فكرة حلوة كتير لحتى تساعدكم تختاري البرنامج الرياضي الصحيح حسب شكل جسمك، يعني وين ما كانت تكون مكدسة، سواء بالأرداف، سواء بالبطن، سواء بالكرش، سواء بالذراعين، سواء بالظهر. اليوم رح أقدم لكم إن شاء الله حلول جذرية لهي المشكلة. عزيزاتي قبل ما نبلش بدي اياكي ما تنسي تعملي الإعجاب بهذا الفيديو لأني أنا واثقة إنه حيعجبك، وكمان الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس لحتى توصلك الإشعارات مني بأحدث الفيديوهات. لكن قبل ما نبلش بالبرامج الرياضية خليني أخبركن عن قصة صغيرة وخليكن تعرفوا أنه أنتوا كنتوا مصدر إلهام إلي، إعجاب الناس ومحبة الناس. الحمد لله أنتوا السبب بهذا الموضوع. خلينا نسمع القصة الصغيرة. لكن بالبداية عزيزاتي خليني أخبركن أنه السيدات، ومن خلال تجربتي بالسنوات الطويلة وأيضا العمل مع آلاف البنات، اكتشفت أنه السيدات عندهم هدفين، واحد من اثنين لا أكثر ولا أقل. الشكل الأول يلي كل بنت بتحلم فيه هو الخصر النحيل والمؤخرة المدورة، أما الشكل الثاني هو جسم المسطرة أو جسم البنات الكوريات أو جسم النحيل. هدول الهدفين يعني يا هاد يا هاد، ما في مستحيل تلاقي بنت تقلك واحد برا هدول الاثنين. عزيزاتي بالجيم عندي أنا حاولت أني أخلق درسي الخاص فيني بحيث أنه يساعد السيدة لحتى توصل لهدفها سواء هاد أو هاد، وصممت درس اسمه بوب فيت. يعني الدرس اللي أنا كنت أعطيه بالجيم كان اسمه بوب فيت. وليش سميته بوب فيت؟ لأني كان على أغاني البوب ونعمل حركات نصير فيها فيت. كان عندي هواية أني كل درس أعمله بالنادي لازم قطعا وحصرا أني صوره. خلي البنات عندي وقعوا على تعهد أنهم يقبلوا التصوير مشان أقدر أنشره على قنوات السوشيال ميديا. هواية لا أكثر ولا أقل. وفعلا بلشت حمل هدول الفيديوهات على اليوتيوب، لكن بنفس الوقت كنت أحيانا أشعر أنه أنا هل هي رسالتي رح وصلها لهذا المكان الصغير لمدى استيعاب الجيم تبعي؟ خلينا نقول 100 صبية أو 150 صبية، هل هذا الرقم الوحيد اللي أنا حقدر وصل رسالتي للعالم؟ ما كنت أشعر بالسعادة. فبعدين لاحظت أنه من خلال تنزيل فيديوهاتي على قناة اليوتيوب، هدول الفيديوهات نالت إعجاب عدد كبير من السيدات العربيات في أنحاء العالم، وحسيت انه ليش ما تكون رسالتي اكبر من مساحة الجيم عندي. وهون بلشت ركز على اليوتيوب، وبعرف انا انه البنات عندهم هدول الهدفين، اما الخصر النحيل والمؤخرة المدورة واما جسم المسطرة. بناء عليه بلشت صمم الحركات وقدم الفيديوهات، وكمان بنفس الوقت بلشت اعطي مفاهيم تعرف البنات عن الشيء اللي بيساعدهم للوصول لهدفهم بشكل اسرع. هدول المفاهيم انا حبيت اقدم لكم اياها مو بس لحتى تتبعوني صمم بكم عميا، لا، انا بدي اياكم تتبعوني ويكون عندكم معرفه وعلم بالشيء اللي عم تعملوه معي. انتو مصدر الهامي. ايه، وبعدين يا عزيزاتي بعد كم شهر من افتتاح القناه ولقيت البنات يتواصلوا معي ويكتبوا لي رسائل، فكان عندي فضول انه انا ليش ما بتقرب منهم اكثر. حبيت اتعرف على معجباتي، حبيت اتعرف على طريقه تفكيرهم، فخطرت ببالي مسابقه نيومي، وهي المسابقه اخذت فيها عدد كبير من البنات، وكنت اشرف على برامجهم الرياضيه وايضا برامجهم الغذائيه واعطيهم تعليمات، وكنا على تواصل دائم، وكانت النتائج اكثر من رائعه، أكثر وأكثر وأكثر من رائعة، فعلا مذهلة ولا تصدق. أنا منال من شركات منصارة دوب فيت. حب أشكر سارة كتير على دعمها وتوجيهها لنا. بحب أحكي أنه أنا ببداية شهر حزيران وقفت أسبوعين تقريبا، كنت أعمل رياضة كتير على الخفيف لأنه كنت حاسة بخربطة ما بعد رمضان وما بعد الصيام. كنت بفترة يعني فعلا كان في ترهل، هلأ بتلاقوا العضلة مرسومة رسم وبصور واضح كتير هذا الشيء. حاليا أنا وزني 80، أول ما دخلت ويا سارة كان 95 الحمد لله. نتائج جدا مذهلة، كثير نتائج حلوة تحصلت عليها في بس شهرين وبس. اليوم مر الشهر عن نظام جديد لسارة بوفيت، وكان نظام كتير رائع وكتير حبيته، اعتبرته تحدي لإلي ولجسمي، وقاومت شهر. شهر نزلت تقريبا 4 كيلو. أنا تخلصت بحوالي 8 كيلو من وزني،
وهذا الشيء كتير كتير فرحني عن جد وكتير بسطني. الحمد لله لقيت نتيجة كتير حلوة، وكمان حبيت كتير كتير شكل جسمي الجديد. وصراحة أنا تغير جسمي كتير، خسرت تقريبا 7 كيلوغرام، ومقاساتي كمان تغيرت تقريبا، خسرت 9 سنتيمتر بمنطقة الخصر العريض و6 بمنطقة الخصر الضيق. خسرت خلال 10 أسابيع 7 كيلو من وزني، وأنا كتير متحمسة ومتفائلة للأيام الجاية إن شاء الله. مرحلة بناء العضلات بعد ما كنت لمدة 2 شهر في مرحلة تنشيف الدهون، لكن هلأ اتخلصت من دهون البطن والخواصر العنيدة والمزعجة، وهذا كله بفضل سارة بوفيت. يعني الحمد لله حققت نجاح كبير مسابقة نيومي، لذلك ما اكتفيت بمسابقة واحدة، فقمت خلال عام واحد حوالي 6-7 مسابقات، وكل مسابقة كنا ناخد بين 50 و100 صبية. بنفس الوقت بنات اليوتيوب ما كانوا يبخلوا علي بالرسائل ويقولوا لي انه هن فعلا غيروا من حياتهم، فعلا وصلوا للجسم المثالي، فعلا صار عندهم خسارة كبيرة بالوزن، وكنت كتير سعيدة بهدول الرسائل. لكن في قسم كان يكتب لي: سارة أنا ضايعة، سارة عندك كتير فيديوهات، سارة ما بعرف من وين بلش. وخطرت ببالي مرة ثانية فكرة أني صمم موقع فيه برامج رياضية جاهزة لكل صبية حسب شكل جسمها. فنحن اللي بنعرفه أنه البنات بشكل عام إما تكون الدهون عندهم بالأرداف أو بالبطن أو بالظهر أو بالذراعين أو بالجسم كله بشكل عام. بناء على هدول الأشكال حطيت برامج بموقعي ناسب جميع الفئات وجميع الأشكال. لكن مؤخرا بعد ما أطلقت الموقع بلشت توصلني رسائل كتيرة تقولولي: سارة أنا ما عم بعرف حدد برنامجي. سارة أنا جسمي هو فيه دهون بالقسم العلوي والقسم السفلي، وأنا ما عم بعرف شو أختار. سارة سارة سارة. فمرة تانية كنت مصدر إلهام إلي لحتى أني أعمل هذا الفيديو وخبركن على البرنامج كيف تختاريه من موقعي اللي هو www.sarapofit.com، حطتكن الرابط تحت. عزيزاتي خليني خبركن شغلة كتير مهمة، أنه بالموقع فعلا في برامج قسم سفلي وقسم علوي، لكن هذا لا يعني أنه نحن إذا اشتغلنا ببرنامج القسم السفلي بنكون أهملنا القسم العلوي. بهدول البرامج أنا بحاول أني استهدف عضلات الجسم كلها، لأنه من الغلط الكبير أنك تشتغلي على عضلة معينة بجسمك وتتركي باقي العضلات، بيصير عندك خلل بالجهاز العضلي. أول شيء عزيزاتي لحتى تعرفي شو هو البرنامج المناسب إليك، بديك تسألي نفسك هلأ حاليا سؤال واحد وتجاوبي إجابة واحدة بشكل سريع، واحدة لا أكثر ولا أقل. واحدة، غمضي عيونك واسألي حالك: أنا وين مشكلتي الكبيرة؟ قسم علوي. هي مشكلتك قسم علوي وقسم سفلي وذراعين وبطن؟ لا لا لا، خليكي على القسم العلوي، ركزي على القسم العلوي، أول إجابة إليك. سو بديك تطمني إذا عندك دهون بالأرداف وبنفس الوقت عندك ترهلات بالذراعين، ما تاكلي هم، برنامج القسم السفلي رح يساعدك على شد ترهلات الذراعين وبنفس الوقت شد ترهلات والتخلص من دهون الأرداف. نحن عم نشتغل على كل العضل، لكن بنعطي تركيز أكبر لمنطقة المشكلة. بما أنه مشكلتك بالقسم السفلي، هذا يعني تراكم دهون أكبر من باقي المناطق بجسمك، لذلك نحن بنعطيها بالتمارين هاي الأولوية لحتى نساعد على شد هي المنطقة وبنفس الوقت التخلص من الترهلات. وضحت الرؤية كالعادة، تقبشي قلبي وتأكدي أنها وضحت عندك اليوم. طيب في مشكلة واجهتها بهدول البرامج اللي هي بنات يقولوا لي أنه أنا عندي مشكلة بالقسم العلوي والقسم السفلي، فأي برنامج أختار؟ كانت القسم العلوي دهون بالظهر بالصدر بالذراعين بالكرش، فيكي تختاري القسم العلوي فورا وما تاكلي هم. القسم السفلي رح نشتغل على شده ونحته. انا ما بدي اخسر دهون من القسم السفلي، انا بس بدي اخسر دهون من القسم العلوي. رح تخسري دهون من الاثنين، لكن بما انه دهونك اكثر بالقسم العلوي فكمان رح تخسريها بشكل اكبر، لحتى نقدر نوصل جسمك لجسم المسطره مثل ما قدرنا نحول هاي البنت من شكل المثلث المقلوب لشكل المسطره.
Alright. ونفس الشيء بالنسبة للبطن، وإذا عندك دهون بالجسم وحاول تشدي عضلات البطن بس تختاري الفيديوهات اللي فيها البطن. برنامج الحرق المكثف أنا الصراحة خصصته للبنات اللي حابين يحرقوا دهون وينزلوا يخسروا بالوزن أكتر من أنهم يشدوا الترهلات. طبعا حيكون في شد ترهلات، لكن بشكل عام تركيزهم على حرق دهون بشكل كبير. أوكي. لذلك أنا حطيت برنامج حرق الدهون المكثف. بالنسبة لبرنامج الشد والنحت والمحافظة على الوزن فهو مثالي للفتيات يلي حابين يحافظوا على وزنهم، وأيضا ممكن يكونوا حابين أنهم يكتسبوا وزن. والبنات اللي حابين يكتسبوا وزن فيهم يتبقوا برنامج الشد والمحافظة على الوزن، مو لأنه التمارين هي راح تسمنون، لا، بتشوفوا الرابط تبع النظام الغذائي لاكتساب الوزن وبناء عليه بتشتغلوا. هلا ما يطلع لي بنت تقول لي انا ساري خفت معناها هاي التمارين بتسمن. ما في تمارين بالدنيا بتخليكي تسمني الا مع الاكل. لذلك اي طريق للجسم المثالي او الهدف اللي حاططيه على قمته لازم يكون عندهم عملين، اللي هو النظام الغذائي والنظام الرياضي. سواء حابه تكتسبي وزن او تخسري وزن، برنامج حرق الدهون المكثف ما بتخسري وزن الا ما اتبعتي نظام وحميه غذائيه صحيحه. Alright. وطبعا نحن دائما منلاقي مشاكل بهدول المواضيع وقصص تعجز عن الحل. فصاروا يكتبوني ببنات ويقولوا لي ساري انا عندي فعلا مشكله بالقسم العلوي والقسم السفلي. جوابي لهي البنت يلي كتبت لي عندي مشكله بالقسم العلوي والقسم السفلي، اولا عندك خيارين بناء عليه لازم تختاري الحل. الخيار الاول، هل فعلا انت عندك زياده كبيره بالوزن؟ هل فعلا عندك فوق 15 20 كيلو دهون؟ اذا ايه بتروحي لبرنامج حرق الدهون المكثف، اذا لا معناها بتروحي لبرنامج شو يا حزريك، اسبوع برنامج قسم علوي، اسبوع برنامج قسم سفلي، علوي سفلي علوي سفلي، لتخلصي 6 اسابيع او حتى 3 اشهر. اوكي. وكمان من احدى المشاكل يلي وصلتني هي انه ساري انا عندي كرش ما عندي مشكله بالوزن وبنفس الوقت حابه اكبر المؤخره. طيب معناها بتروحي لبرنامج المؤخره وبرنامج البطن، بتختاري اسبوع مؤخره اسبوع بطن، اسبوع مؤخره اسبوع بطن لحتى تخلصي البرنامج. ولكل الصبايا لما بنوصل لهدفنا خلينا نتبع برنامج الشد والنحت او المحافظه على الوزن. اوكي. طيب سارة أنا أيمت بدي أوصل لهدفي؟ يعني النتيجة أيمت ممكن تظهر؟ عزيزاتي هذا الجواب هو مطلق، يعني ما فيني حدد لك مدة معينة إنه أنت بهذا الوقت رح توصلي لهدفك. كله بيعتمد على النقطة يلي أنت رح تبدأي فيها الآن. أنت من وين حتبلشي؟ أدي عندك زيادة بالوزن؟ أدي عندك ترهلات؟ هل مشكلتك فعلا كبيرة أم صغيرة؟ وهيك بتبان النتيجة. لكن بنفس الوقت عزيزاتي أنا بحب طمنك إنه إذا اتبعتي أي برنامج من هدول البرامج وين ما كنتي تكوني رح تبلشي تشوفي النتيجة في الأسبوع الثاني إن شاء الله، إذا فعلا طبقتي النظام الغذائي بصرامة مثل ما عم تطبقي النظام الرياضي. وأنا حطت لكم خيارات لأفضل الأنظمة الغذائية يلي كنا نتبع مع بناتي بمسابقة نيومي. بحب خبركم كمان إنه في نظام للاشتراك ب نيومي فهو بالموقع، لا تنسوا تشوفوه. اوكي عزيزاتي هذا كان كل شيء لليوم. اذا عجبك الفيديو لا تنسي تعملي لايك والاشتراك بالقناة اذا كنتي مشاهدة جديدة. بحبكم كتير، شوفكم بعدين، باي.